رواد في
ساهم في بناء فرح التمدن، وبصماته واضحة جلية للعيان أينما ذهبت إلا وجدت له موضع إضافة بالمدينة على مستوى الهيكلة وإعادتها والتخطيط والبناء والتشييد. المهندس الفت سحر المكوش ازداد بمدينة أحدير سنة 1955 كما يسمونها الباحثة. تلقى دراسته الابتدائية بمدينة أحدير، ثم واصل دراسته الإعدادية بمدينة مشرع بالمقصيري. صراحة مدينة أحدير هي مدينة أنجبت الكثير من الرجالات، مدينة أنجبت الكثير من الكوادر. مدينة أحدير حصلت على عدة جوائز كأنظف مدينة، لهذا لا نستغرب هذه المدينة إن أنجبت رجالا كسيد حليم المكوش. أنا أصررت على أن أقدم هذا الرجل بنفسي، لأن أنا متأكد سيد حليم المكوش وخد حكاية النهار كامل ما غاديش تجي عندنا السيرة ديالو. الكلام سي حامد بكوش انا متاكد بلي هنايا عاشرون اللي صغير كمدعيب واللي كبير جاورو وعايشو. حامد بكوش هو ليس رجل كأي رجال، ثم واصل بعد ذلك دراسته الثانويه في عمان مودرن في مدينه وجده، حصل على بكالوريا، وبعد ذلك التحق بالمدرسة الحسنية مدرسة المهندسين في مدينة دار البيضاء، فتخرج من المدرسة الحسنية سنة 1980. المهندس الفرد الذي تخرج من هذه المدرسة كان من بين الفوز سنة 1980 هنايا عدد كبير من المهندسين اللي تخرجوا من سنة الفوجة. هنا جا المسكين محمد الرشدي، حنا يمكن نعرفوا الاخوان اللي تخرجوا في هذاك نفس الفوج نتعلموا في الجوزة، حنا خرج نفس المدرسة وخرج في المدرسة ماشي مشكل. المهندس الفت والرجل الخدوم الانسان المتواضع سيدة الحاج بكوش، كلمتنا في حقكم قليلة الحروف كثيرة الدلالات، فكل هنا سعيد بتكريم سيد الحاج بكوش، ولو بما تيسر من حلو المسلم وطيب اللقاء، على اننا كلنا يقين على ان مسيره مهندس الاداره حليم بكوش التحق مباشره كرئيس القسم التقني بجماعه حضريه بمدينه تونس. حليم بكوش يعرف هذه المدينه طوبى طوبى حين راحل. تقول على اي مدى حليم بكوش في المدينه هو بما يتم. حليم بكوش عاصر الكثير من العمال الولاد، بداية بالسيد بخاري حميد ونهاية بالسيد هدية الذي لا يزال يزول مهام. عاشر رجال السلطة، وتعرفون من هم رجال السلطة، يستغل تحت الضغط الكبير ما بين بطاقات السلطة وبطاقات المنتخبون، رؤساء عاصرهم بداية استغلال وتجارب الصدف أن يكون أول رئيس اشتغل معه ورئيس بحيث الاستقلال وآخر رئيس ومسي الله حجر كذلك في الاستقلال، مرورا بعدة رجالات اللي اشتغل معهم في الرؤساء وكلهم حاضرين هنايا وكلهم له شهادة حق في حق في حال الفكوس. كلهم كيتكلموا عليه انه رجل معروف ما خرج كلمة لما يغير لما يشيط غيظا كيخرج برا وكيتنبه براسه وكيتنبه في حاله في حاله في الكرش. اشتغلنا مع السي عبد الله الجديد في الكرابيلا في العربي والسي ناجم الجديد في النادي الوي والسي خدم حدوش اشتغل مع العديد في الكرابيلا. صراحة السي حبيب الكرش عاثر وعايش عدة زيارات ملكية، أكثر من 76 زيارات ملكية في عهد الحسن الثاني، والعشرات تقريبا 20 زيارة 18 و 19 زيارة في عهد الملك محمد الثاني.
المراحل اللي دازت اكيد لها الذكريات الحلوه والمره في حبيب الكوس. في حبيب الكوس التقط الاشارات والدلالات في الخطاب الشهير لجلاله الملك محمد السادس 2003 في 18 مارس. الخطاب الذي رسم الخطوط والخريطه والمعالي ديال المدينه المتقدمه، المدينه الجديده هي مدينه جده. التقط هذه الاشارات واستطاع ان يسير الوتيره اللي تجد بها هذه المشاريع هذه عشر سنوات 13 سنه الاخيره بقدر الحكمه ديالو والتجربه ديالو. استطاع ان يسير هذه المشاريع كما تعرفوا هذه 12 سنه الاخيره التحول الكبير اللي عرفته مدينه جده الى جانب طاقه تخدم في فائده اللي ظهر مع علاج، ولكن يبقى دائما الدينامو اللي صابوه الرجل الذي استطاع ان يتحمل جميع الصعاب وهذه المشاكل كما قلت في حال الكوش بذكائه، وإن استطاع ان يلتقط هذه الاشارات وسائر في تسريع الانجاز في المشاريع الى جانب رجال السلطه والمنتخبين والرؤساء ان المسيرة وان حان الوقت لتحط بموضع الصراحة المحارب، الا انها فتحت المجال امام سيرة في الكوش انسان بالتوجيه والارشاد من خلال ما ركبه الرجل من تجارب وخبرات وخبرات قلما تجتمع في شخص واحد بعينه وتلطم جميعا. شاء الصدر أن يكون هذا الطريقين دائما في نفس المدرسة، ولو أنه هذه قصة طويلة إذا كان مدرسنا الشهادين يحكي كيف تحب كل شيء من شاهد الصدر، ولو أنه لم تكن مبرمجة كانت بالصدفة ولم يكتفي بهذا بل تم ترقيته نظرا لعمله وجدائه كمهندس انجينير شاف انجينير او شاف رتيبا، ولم يتوقف عند هذا الحد بل واصل تكوينه وحضر عده دبلومات من المانيا وامريكا في ميدان التحضير والتكوين. هذه الصوره تعني كثير في حبيب الكوش. هذه الصوره مجموعه الاصدقاء اللي باقي يعثر على راسو هنايا كل اعمارهم ما عادش كل هذا فهمت السؤال؟ هذه صورة صورة قلما قلما خلينا نكتب الصورة لهذا أصرت الخطيب السحابي لأن ما كتبش امتحاني. هذه صار زين.